كاش بدي هو هذا شنو هو لافونتاج ديالو صراحه انا نقول لك برك مراكش تكون فيها لا بوسيير ياك اه الغبره ومسائل اي هذا في اللون ديال الغبره ديك واخا يكون فيه الغبره ما تيبانش ما تيبانش انا الشباب السلام عليكم العرض اليوم ديال لوربيت لوربيت اللي تحشنا شحال هذه ياك اييه ولكن هاد النوبة جات واحد النوكة جديدة اللي هي كانت ينتظروها بزاف تاع الناس كان ديك الساعات تجي يا اما النوار يا اما تجي البرونز يا بعد النوبة فاش يجي غريماتور بلون ولكن اليوم بالاساس جات في 4 ديال الالوان سيب كتجيب كلهم اللوينات الغريمات الابيض البرونز والنوار يعني الناس تاع مراكش الناس تاع مراكش اييه تخيل لي في اللون اللي بغيتي موجود عند شقكم في مراكش اللوينات كاملين الحمد لله كاين فيها كونتيتي زوينه هاد النوبه مرحبا بكم عند شقكم في مراكش ديما هذا المدينه يا كاسيمو هذه فيديوهات بامال دو فوا ايه شحال هادي وحنا تنديرو فيديوهات بنفس المواصفات بنفس الكاريناج الصح والعمل وحتى في الخدمه ديالو ساهل ديالك موطورتي بلاندي الكوفر اسي كبير الكوب كورون ليسانس كونسوماسيون 2.5% الناس تيقول لك على الكونسوماسيون راه ماشي كونسوماسيون الناس اللي كانت مولفه واحد الطريف نتاع ليسانس والقواعد هذا الطريف خاص ليه يتهلا في الموتور الصراحه هذا تيبغي هذا الفيدون ديالو في لقيته لقيته وتهنى على كل شيء هذاك الشيء اللي كاين راه كاين اللي قابته من عندنا من 2018 لدابا وخدام عليه وشحال من واحد غادي يقراها في الكومونتير ماشي هيت هلا في زويته وتهلا في لوطخوتيان في لوقيته شنو احسن من عندك انا سي يقول لك خصوصا الكروا تتبدل في لوقيته لومبرياج اللي قال لي مسائل في لوقيته لان على كل شيء هذا شحال فيه في الكارونتي هذا 4 سنين والبياس ديالو موجود بياس بيان سور بياس سيم درك راه غيان ادير ما تهضرش على هاد النقطه هادي ما باقي كامل هضروا عليها كانوا ديك الساعه تيقول لك واش البياس كاين مي درك الحمد لله راه درك هي تعرفات السيم بياس لانه كل شيء موجود فيها هذا صالح لكل شيء صالح للشباب فيه ستيل شبابي وفيه ستيل شبابي تيخدم عندنا العيالات عاوتاني بزاف تما تيخدم بزاف علاش حيت سهل علاش يكون سهل وخفيف خفيف وتا رجلين تيكون حاطين اركب اركب نشوفه بحال هكا انا سيدي شحال فيك انت دابا في الطور؟ انا متر 96 باقي لي صبر ومازال هنا راه كاينه واحد لانكليني قول لي مبارك تعود تجلي عاوتاني راه جديد عاوتاني داك الشيء باش يبان ها هي ناضيه ناضي كنادي ياك داك الشيء يعني حتى في الجلسه راه مريح السرج راه اسي دي سباس بالنسبه للباساجي يعني هادي كاع ما يوحل فيها الواحد وهنايا الا كانت عند شي بقزيه ولا شي حاجه راه كاينه حتى هي اسي دي سباس موتور مليح نضو تحياتي لكم نظام اوكي قول لي السيمو اش ما هو اللون اللي عجبك في هذا اللون اللي عجبني هذا اللي عجبني هو هذا شنو هو لافونتاج ديالو صراحه انا نقول لك برك مراكش تكون فيها لا بوسيير ياك الغبره ومسائل اي هذا في اللون ديال الغبره ديك واخا يكون فيه الغبره ما تيبانش ما تيبانش انه فيه الغبره ناضي والله الا فيه اللوين ناضي تبارك الله نضو اللوين ناضي هما الحمد لله كاع اللي كلهم الثمن السيمو مزيانين الثمن كيف ما العاده بقى الثمن ديالو واخا ترونسبورت زاد المسائل 14500 الكليان ديال مراكش ديما تيبقى الثمن هو الثمن 14500 الحمد لله راه كي راه هذه كميه جديده يلاه جات شحال واحد كان تيتسناها اللهم يسر تحياتي لكم لوكاليزاسيون مسيرة جوج ما بين اكسل واكسل غادي تلقى المحل ديال شركو غتلقى البلاكه الا ما بانتلكش البلاكه تاع شركو هذا البلاكه هي شركو تحياتي لكم من هذا المنبر السلام عليكم.